بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان، وحلقه جديده من الملاعب اليوم. وطبعا النهارده والامبارح واول كلنا في حداد اكيد على ارواح الشهداء اللي راحوا في ماتش الزمالك وامبي. ربنا رب يرحمهم، شهداء عند يعني احيانا عند ربهم يرزقون ان شاء الله باذن الله. اولاد صغيرين كلنا شفناهم اعمارهم 17 و19 و20 سنه. ربنا رب يرحمهم ويرحمنا جميعا. هو يعني زمن الفتن اللي احنا فيه، وفي كده مقوله يعني اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لان احنا في مرحله فتن وربنا رب يستر على اللي احنا فيه. الدنيا بقت صعبه جدا. ده برنامج رياضي، انا طلعت قدمت وعزيت في البرنامج ده اكتر ما لعبت او ما اتكلمت كوره، لان كميه الحاجات اللي بتحصل غير طبيعيه بالمره، امور خارج امور الكوره بشكل كبير جدا جدا. ودايما بصراحه الواحد يعني دايما مقوله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه دي، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لان الموضوع بقى فيه لبس كبير جدا، وبقى فيه حاجات كتير جدا الواحد مش فاهمها، او يعني اكبر من مستوى عقلي على الاقل. ممكن في ناس تفهم الحاجات كتير، لكن انا ما بفهمش الحاجات دي بصراحه. اللي بتحصل كتير قوي المؤامرات والكلام الكبير قوي اللي بيتقال اليومين دول، لكن في الاخر الناس بتموت، والناس يعني اولاد صغيرين دايما هم اللي بيموتوا. ربنا رب يرحم يعني يرحمهم ويصبر اهاليهم. تبقى اصعب حاجه يعني انا كان عندي تجربه شخصيه، صديق توفى، حاجه كانت صعبه جدا علينا كلنا، وكان عنده يعني 37 سنه. فتخيل بقى عنده 19 و17، ده لسه الحياه قدامه عامله ازاي. فصحابه وعياله واصحابه واهله، الموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا، خصوصا ان هو رايح يشجع ويلعب ماتش كوره، او رايح يتفرج على ماتش كوره. طبعا يعني الفجعه اكبر، لان هو مش في موقف خطوره مثلا ولا رايح يعمل حاجه، رايح يتفرج على ماتش كوره ويعني ويموت. فالموضوع بيبقى صعب جدا وغير متوقع، واحداث صعبه كلنا شفنا اليومين اللي فاتوا. الناس بتتكلم كتير جدا، يعني انا وانا جاي الحلقه مش عارف هقول ايه. يعني الموضوع بالنسبه لي، عشان كمان طبعا اي حد بيموت اكيد بيبقى موضوع صعب، كمان نادي الزمالك فالموضوع بيبقى يعني حالة صعبة جدا. الموضوع كان يعني حتى كلنا شفنا الأحداث بشكل عامل إزاي. عايز أتكلم في الأمور كثيرة طبعا هنتكلم عليها أكيد، لكن خلينا نتكلم في ثلاث حاجات، اللي هي موضوع الدخول الملعب. طيب خلينا أول ما أتكلم في الموضوع والمواضيع كلها بشكل عام، خلينا أول نشوف عناوين أخبارنا. مش يعني طيب خلينا نشوف عناوين أخبارنا فيها الأول. الدوري ينتظر العودة أو الإلغاء الخميس. لجنة الأندية تدعو لاجتماع طارئ. تعويضات جديدة لضحايا الدفاع الجوي. والناقد الرياضي الكبير أستاذ عصام سالم هيبقى معانا إن شاء الله بعد شوية. طيب طبعا يعني شفنا كلنا البرامج وشفنا الناس وشفنا وجهات النظر كتير جدا، كله بيتكلم. بعد يومين الدنيا يعني مش بتهدى، بس طبعا الامور يعني بتحاول الواحد يشتغل يشغل مخه شويه اكتر. الموضوع فيه طبعا حاجات كتير جدا، يمكن الناس كلها اتفرجت على القنوات الماتشات او الايام اللي فاتت، كله اتكلم في كل حاجه، ما عندناش حاجه نقولها جديده في هذه الحادثه. بس يعني هتكلم عن وجهه نظر الشخصيه في الموضوع ده، برضو واحد شاف حاجات كتيره. ده يمكن النهارده لقطه برضو جت الناس اللي عندها سوشيال ميديا وفيسبوك كده، شافوا اللقطات دي من بره او من فوق من ملعب المباراه، واحد جوه الملعب ومصور مصور الاحداث من بره من جوه الملعب، يعني ده قاعد في المدرج وبيصور. ده طبعا الكوريدور اللي الناس كانت واقفه فيه، واضح كم الناس اللي واقفه اخره اللي هو القفص الحديد اللي بيدخل في الاخر على الدفاع الجوي. يمكن الكلام ده كان اعتقد الوقت ده يعني الساعه 4 مثلا الساعه 3، ان الدنيا كانت لسه فيها نور يعني قبل الماتش بشويه. طيب خلينا قبل ما اتكلم خلينا ناخد دكتور اشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضه. طبعا مساء الخير يا دكتور اشرف، ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن حازم اهلا بيك، ازي حضرتك؟ ازي حياك والبقاء لله طبعا اكيد. بقت حياتنا كلنا كابتن، بقت حياه كل مصري، دي حاجه كبيره جدا وحاجه يعني. طيب النهارده كان في اجتماعات مهمه اكيد يا دكتور اشرف، واكيد عندكم يعني جديد في هذا الموضوع، التداعيات هذا الاجتماع ايه؟ هل في قرارات مهمه اتخذت؟ يعني قول لي ايه ابرز القرارات يا فندم؟ احنا بالفعل من حدوث الازمه احنا في شبه اجتماعات مستمره. يعني زينا زي اي مواطن مصري، زينا زي كل رياضي بنتفاعل مع هذا الحدث، بس بنتفاعل فيه يمكن بمنطق العقل، تفكير ازاي الازمه دي تدور بشكل يعني بشكل عقلاني وبالقلب والعاطفه كاي مصري. احنا بالفعل في لقاءات من امبارح مع الوزير وقيادات الوزاره ومساعد الوزير،
والنهارده ممتده. يمكن عملنا بشكل من اتجاهنا لجنه دي فيها تخصصات مختلفه. اللجنه ديت رئيسها مساعد الوزير في المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدوله والمستشار القانوني للوزاره. اللجنه دي فيها المدير التنفيذي للوزاره الدكتور عماد البنان. اللجنه دي فيها الاستاذ محمود الحلو اللي هو الاداره المركزيه او وكيل الوزاره المسؤول عن الرقابه على الاداء ورقابه الهيئات. طب يا دكتور اشرف معلش دايما يعني معلش يعني خدنا على قد عقلي ولكن الشعب لان اللجان الناس في مصر اتفضل يا دكتور. نتيجه العمليه ايه؟ طبعا الموضوع اكيد احنا مدركين الموضوع مش موضوع لجان ولجان حكوميه. لكن في شقين، في شق تحقيق جنائي وتحقيق متخصص وده بيقوم به المتخصصين من النيابه العامه والجهات البحثيه المختلفه، وده فيما يخص الحدث وموقع الحدث وايه اللي تم. ده شق جنائي واحنا واثقين ان هو هيتم في ايدي امينه وبشكل سريع تمام قوي تمام. انما في كابتن حازم جزء اخر هو تتبع الاجراءات الاداريه والفنيه ودوره العمل زي ايه زي ايه يعني زي ايه عشان نبسطها يعني للناس. ايه دور اتحاد الكوره في الماتش ده والحدث ده وايه اللي تم من دور اتحاد الكوره يوم ولحظه ايه دور نادي الزمالك كان في تقصير كان في دور نادي الزمالك ايه دور منطقه الجيزه مديريه الشباب والرياضه بالجيزه في هذا الحدث كمان احنا طب هل مدين وقت للجنه دي يعني ولا هتقعد برضه ممكن تاخد وقت ولا مثلا قليل في يومين لازم تفعل لا يا فندم احنا الاسبوع الجاي لازم يبقى في نتيجه احنا بدانا من اتوانت بدانا في اللحظه في وقتها على طول يمكن امبارح اول امبارح الحدث تم كنا في اجتماع كبير في العمل الوزاره انا والوزير مع الوزير يمكن سبت الاجتماع توجهت بشكل سريع جدا على الاستاد لان ده يعني دور ايجي لازم نقوم بيه لحقت ما لحقته شفت ما شفته او بنساهم ان حتى اللي موجود يخرج بشكل سليم في الجزء اللي لحقناه وفي الحقيقه يعني شايفين بقدر الامكان يعني اداره النادي عملت الجزء اللي عليها بشكل او اخر. اداره نادي الزمالك اجتمعنا في نفس الليله اشتغلنا على طول مجموعه العمل يعني بلاش كلمه لجنه مجموعه عمل عشان لازم تمام. في الموضوع وندرس نعرف كمان الدراسه والمعرفه ديت فيها شق ان هو ايه اللي بيحصل دلوقتي وعشان ما يتكررش تاني وايه اللي حصل فرق ما بين بورسعيد وما بين التوقيت الحالي يعني برضه ده كلها حاجات لازم احنا نعرفها ونقدمها يمكن لازم نقدمه للاستاذ الوزير في تقرير يمكن الجهات تتحقق تحتاجه احنا كمان ايه اللي المفروض يتعمل كابتن حازم نعمله لان الموضوع مش سهل ومش بسيط وحاجه كبيره يعني كمان الوضع الانساني يعني لازم يبقى موجود عشان كده احنا في اجتماعنا النهارده الاجراءات سؤال حضرتك قايم ايه اللي تم وايه الاجراءات والاجتماعات يمكن الوضع الانساني انت عارف كابتن حازم احنا كلنا مصريين لما في احداث لو في بيت البيت اللي جنبه ما بيسالش ده وقت ولا مش وقت لكن بيقول البيت الاخر انا هقدم لك ايه انا هساعد معاك في ايه فيمكن لازم يبقى موجود جزء الدعم فيمكن خدنا قرار النهارده في مجموعه عمل مع الوزير ب 100,000 جنيه لكل اسره بشكل سريع جدا من قبل الوزاره لكن ده مش هو ده المنتهى وهو أكيد ده لكن جزء يعني اخلص يا فندم في الموضوع ان اللجنه دي في خلال اسبوع هتطلع لو في غلط في اتحاد كوره او في غلط في نادي الزمالك او في مديريه الشباب هيطلع في خلال اسبوع الكلام ده صح كده انا فهمت الاجراءات اللي تمت ايه وايه المفروض ان كان في خطا يعني ان كان في يعني خطا من الناس دي او ان كان قد واجبهم اجراءات اداري فني اجراءات اداري فني بشكرك يا دكتور شكرا جزيلا دكتور اشرف صبحي طبعا مساعد وزير الشباب والرياضه طيب انا معلش دي بس محمد شويه بلاش تليفونات عايز اتكلم شويه وبعدين هرجع للتليفونات تاني بعد اذن طيب طيب ماشي دلوقتي حالا استقالت الدكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس اداره نادي الزمالك هو حاليا عند وزير الشباب والرياضه بيقدم استقالته بعد احداث الدفاع الجوي ده اول عضو هم كان في ثلاثه عايزين يستقيلوا امبارح على فكره كان منهم طبعا دكتور مصطفى في اثنين كمان بس مش هذكر اساميهم لان يعني ما استقالوش فما اقدرش اتكلم بوجهه نظرهم بس دلوقتي يعني محمد دمدش يعني رئيس تحريرنا بيقول لي هو حاليا في مكتب الوزير وقدم استقالته صح محمد استقاله رسمي هو هناك وهنحاول نجيبه دلوقتي طيب عايز ارجع بس للماتش طبعا يعني انا راجل زملكاوي فعندي صفحات كتير للزمالك
يعني بيشوفوا بشوفها يعني. فواضح يعني انا كنت شايف ان في ناس كتير قوي رايحه يعني. اي واحد متابع جاي لنادي الزمالك هيعرف ان الناس هتروح اكتر من 5000 ولا 10000، ناس كتير جدا رايحه، ناس كلها عندها مبسوطه جدا بالماتش، ناس كلها مستنيه المباراه دي على احر من الجمر. الكلام كله المدرج وحشنا، اللي ناخد كوفيتنا، ناخد علمنا، ناخد التيشيرت بتاعنا. فانا كراجل مواطن عادي ما عنديش اي حس امني ولا حاجه. واضح ان الناس هتيجي كتير، واضح الناس هتيجي بكثافه. طيب هيجوا بكثافه او هيجوا كتير، يبقى انا مفروض اكون عامل حسابي لهذا الموضوع، ان انا اكون متوقع يعني اكيد الداخليه او اكيد الناس اللي هناك مش فجاه فوجئت بالعدد ده يعني. الطبيعي يعني عندهم اكيد شغلهم اكتر احسن مني، متوقعين هيجي كم واحد بالشكل الكبير، ان كان حوالي فيه حوالي 40,000 او 35,000 او 30,000 يعني. الممر ده لوحده فيه الافات، اعتقد اكتر من 10,000 يعني في الحته دي بس. فده كان يعني وجهه نظري، انا مش راجل بتاع امن ولا حاجه، ويعني الناس كلها على دماغنا من فوق. ولكن متهيألي يعني في اي حته بيبقى في ممكن بابين او ثلاثه او اربعه، اقسم المجهود على اربعه، اقسم الدخول على اربعه، الدنيا تبقى اهدى شويه، الدنيا تبقى احسن شويه، حتى تركيزي يبقى اكتر شويه، ان انا في كل حته اكون حاطط اربع، حاطط ناس، الناس تتوزع على الاربع بيبان او على خمس بيبان، الدنيا تبقى اهدى شويه، خصوصا ان الحاله واضح ان هي بقت زحمه جدا. اروح مطلع مثلا لقيت الدنيا زحمه كده، اروح فاتح بوابه تانية واطلع بالميكروفون، يا جماعه البوابه اللي هناك مفتوحه، اتفضلوا على البوابه الناحيه التانية. ده حل كان ممكن يساعد ان الدنيا ما يبقاش فيها الازمه دي. تاني حاجه يعني برضو انا بتكلم، وعلى فكره يعني هو موضوع برضو مش تنظير ولا حاجه، لان الناس يعني بتقعد في الشارع 24 ساعه وعلى دماغنا من فوق، وناس بتادي واجبها. ولكن في الماتش ده في يعني من وجهه نظري كان في لازم امور تانية تتم بشكل كبير، في قصور في التنظيم بشكل غير طبيعي يعني. انا لما الاقي هذا الزحام كنت اعمل نقط تفتيش من قدام عشان افلتر اللي جاي، اللي معهوش ما يخشش الشارع اساسا. ومش مش مش مشكله لما اقفل الشارع، ما احنا ياما بنقفل الشوارع، لكن موضوع ان الموضوع ابتدى يطلع عن السيطره وابتدى في زحمه كبير، اعمل من قدام، اعمل بعديها واحده ب 500 متر تانية، وبعدين اخلي البوابه الاخيره دي في اخر حاجه خالص، يكون الناس اتفلترت من قدام من قدام من قدام. ممكن يبقى في صحرا جنبها، لكن هعرف اقفل يعني، اكيد لو عايز اقفل هقفل. تاني حاجة مع احترامي طبعا الموضوع اللي فيه اللي برضو ان الكوريدور اللي احنا شفناه، لو نشوف الصورة من فوق تانية او في صورة تانية هتلاقوا اخره قفص. طبعا الناس كلمت على القفص ده كتير جدا، هو واضح ان هم عايزين يخلوا الناس تخش من خلال واحد، كل واحد يخش في الاخر واحد او اتنين عشان يبقى الموضوع سهل في التفتيش. طبعا انا مع يعني الموضوع غريب جدا ومشفتوش في حاجة، لكن ده فكر واحد عمله واتطبق، ده برضو اكيد قصور يعني. اكيد اللي فكر هذا التفكير اكيد يعني لازم يعاقب يعني، لازم يكون في حساب لهذا الرجل، لان النهارده وزاره الداخليه مطلعه ان طبعا الاحداث دي نتيجه التدافع، ونتيجه ان الناس كانوا زحمه، ونتيجه الناس راحت معهاش تذاكر. طبعا الكلام ده صح، بس كان ممكن اتفادى هذا الكلام، او ممكن اقول ان انا كنت ممكن اعمل حاجات تانية لهذا الكلام ما يحصلش يعني. انا لو انا كنت فتحت اربع خمس بيبان ما كانش هيبقى فيه تدافع، لو ما كانش فيه في الناس قفلت القفص ده وسايب الناس عماله تخش من ورا، من باب من ورا من ورا، عمالين يزيدوا على بعض يزيدوا على بعض، الموضوع حصل فيه اختناق وحصل فيه زحمه جدا، كان لازم ادخل الناس. انا عندي حل ثالث وشايفه حل لذيذ جدا وكان كويس جدا، ان يا جماعه اما اكون مسؤول اللي واقف مثلا لوقت اللي وقت الافاضل اللي موجودين مثلا، شايفين ان الدنيا بقت زحمه جدا وهيحصل اختناق والماتش جوه الناس جوه، طب اعمل ايه يعني؟ ايه الحلين اللي انا ممكن اخدهم كبني ادم وكراجل يعني اكيد في الشغل زمان، وهعرف اكيد الحاله لو حصل هرج ومرج في ناس هتتعور، مش هقول هتموت لكن في ناس هتتعور، وبالتالي اكيد انا مصلحتي ان محدش يتعور، طب اعمل ايه؟ انا لو والله شايف يا جماعه هكلم اتحاد الكوره الغوا الماتش، انا هدخل الناس دي والماتش ده هيتلغي، وثلاث نقط هتروح على نادي الزمالك، وبلغ وقف كده في الميكروفون قول لهم يا جماعه انا هفتح لكم الملعب بس الماتش خلاص اتلغى، النظر اللي انتوا بقيتوا بتندفعوا وناس مندفعه ومش عارف ايه، انا هقفل الملعب هفتح لكم الملعب لكن الماتش اتلغى، وثلاث نقط راحت من نادي الزمالك نظر التدافع، وان انتوا جيتوا عدد غير المسموح بيه، خشوا بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه، اتفضل يا عم خش الملعب، قول لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره يبلغ نادي الزمالك، هيبلغ اللعيبه اطلعوا بره، شيلوا اطلعوا بالاتوبيس، روحوا، خش يا عم العب براحتك جوه، هيخشوا مش هيلاقوا ماتش يعني. الاهم اكيد مش الثلاث نقط او ان انا ما اخشش الاستاد، خليه يخش الاستاد، ايه المشكله؟ في ناس يعني برضه هيقول لك ما ممكن يسيب قنبله جوه، تمام انا معاك، بس هو القصد هو داخل عشان يعمل حاجه والماتش شغال، او القصد انه يعمل مشكله لو هو يعني عايز يعمل مشكله جوه الملعب يعني. انت ما تدخله الملعب وطلع الفرقتين بره وقول له هو داخل الماتش اتلغى،
قول له انت داخل الماتش خلاص انتوا السبب ان انتوا بقى نادي الزمالك ضاع منه 3 نقط وان انتوا هتضيعوا الدوري من الزمالك، هتلاقي نص الناس دي مشيت وفي ممكن نص يخش يبقى مبسوط شويه هيقعد 10 دقايق ويروح. يعني انا برضو بتكلم وانا في الاستوديو، الناس الله اعلم بقى لهم قد ايه واقفين، لكن كان في حلول ممكن تبقى اكتر. انا متاكد ان مفيش حد ضرب بالنار ولا حاجه، لكن التدافع ده انا في ناس اعرفه، يعني صديق اسمه مصطفى كان هناك راجل محترم جدا وداس على رجله وكان بيستشهد خلاص وبيموت يعني، ولكن ربنا كتب له عمر جديد من التدافع ده من الزحمه. يعني ما قالش ان في حد ضرب حاجه، لكن هو طبعا الغاز هو اللي ضم الضرب، الناس كلها جريت فحصل التدافع فحصل البتاع. فده انا شايف ان الموضوع تدافع، لكن اللي ضرب الاربعه كان ضربت واحده كفايه، مش لازم الاربعه اللي هم يعني الغاز، يعني كانت كفايه واحده والناس كانت هتمشي، او كان لما انا اشوف الزحمه دي كنت دخلت شويه، كنت فتحت باب تاني، كان في حلول ممكن تتعمل غير هذا الحل اللي احنا شفناه واللي راح ضحيته 22 بني ادم ولاد صغيرين. النهارده دلوقتي بقرا في اليوم السابع ان كان في مكتوب يعني دلوقتي ان اربعه من الكابوهات كانوا رايحين عشان يعملوا شغب ويفتحوا شماريخ ويعملوا ويتعاملوا مع الامن فالامن يرد. طيب يعني انت عندك يعني طبعا الكلام ده دلوقتي، لكن اكيد كان عندهم خلفيه ان ده ممكن يحصل. طب ما تعمل يعني فوت الفرصه، افتح اربع بيبان يعني، وقف من قدام، خليه يخش ويلغي الماتش لما تلاقي من الساعه 4 كده، بلغ النادي الزمالك ما تجيش وبلغ نادي ام بي ما تجيش، الماتش اتلغى يا جماعه، انا مش هامن حاجه، سلام عليكم، الدوري اتلغى. هقول كده او الدوري هيتوقف عشان انتوا مش بتسمعوا، انتوا ناس مش متحضره، انتوا ناس بتروحوا معكوش تذاكر، انا مش هامن حاجه والدوري ما فيش جمهور يا جماعه خالص، سلام عليكم، وافتح الملعب وامشي. الناس دي كلها تمشي وتروح، ولا في يعني ده وجهه نظري يعني. وكان سهل الموضوع، اتكلم اتحاد الكوره يا جماعه انا مش هقدر اكمل المباراه كده، الناس جامده كتير جدا، والزمالك انسحب، الزمالك انه انسحب، هاخد منه 3 نقط، هاخد منه 6 نقط، هاخد منه اي حاجه، وخلاص الموضوع كان خلص والله، ما كانش فيه اي مشاكل، وكان الموضوع هيبقى احسن من كده بكتير، وبالعكس كان الناس هتيجي على الناس دي تقول انتوا ليه اللي وداكم غير تذاكر. لكن دلوقتي لما تيجي تقول لواحد انت ايه اللي وداك انت معكش تذكره، هيقول لك طب وانا عشان معيش تذكره اموت يعني؟ ما هو برضو مش وجهه نظر يعني. لا اله الا الله. طيب خلينا اخد طبعا في موضوع تاني هتكلم فيه، هو اللعيبه ومش اللعيبه. طبعا الناس راحت امبارح لموضوع اللعيبه عرفت ولا ما عرفتش. طب بتشيت اللعيبه بتشتم طبعا وش يعني. خليني اخد معايا كابتن صلاح سليمان لاعب نادي ام بي ولاعب نادي الزمالك السابق، هو كان في المباراه برضه. صلاح مساء الخير يا صلاح. الو مساء الخير يا كابتن حازم. مساء الخير يا صلاح، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله، بعز حضرتك وبعز اسر الشهداء على الناس اللي طفت. طب يا صلاح يمكن انت كنت في الملعب اكيد، قول لي وانتوا داخلين الماتش انتوا كام بي، مش زمالك ولا حاجه. احنا كفرقه ام بي دخلنا وصلنا الاستاد الساعه 5 بالباص، كان الامور عاديه والناس بتخش عادي والجمهور بيخش بهدوء. دخلنا خدنا احنا المحاضره بتاعتنا كانت في الاستاد، فجينا احنا بدري شويه. نزلنا عشان احنا نبدا تسخين. قال لك لا في قلق بره، في حصل مشكله ما بين الداخليه والجمهور، فالماتش هيتاجل نص ساعه. فاحنا نزلنا ده على الساعه كام كده يا صلاح؟ يعني على مثلا 7 مثلا كانت ساعتها احنا نازلين تسخين، كانت 6:30 كابتن. هننزل الماتش كان 7:30 التسخين. صح احنا نازلين 6:30. انا قصدي الماتش كان 7:30 المفروض. طب ولا كان كام ميعاده الطبيعي؟ ايوه 7:30 احنا بننزل بدري، فرقه ام بي بتنزل بدري شويه. طيب. وبعدين نطلع نصلي. طيب. عشان نلحق نصلي وبعدين يعني انت وانت نازل الماتش وانت نازل تسخن 6:30 دي سمعت ان في مشاكل؟ كان بيقولوا في مشاكل. يعني انا سمعت ان بيقول لك في مشاكل بره، بس ما فيش حد، ما حدش توفى ولا حاجه، كلها بس مشاكل. لا 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 يا كابتن، ما لحد ما بين الشوطين ما حدش قال لنا حد توفى. يعني مجلس مدير الكره عندنا بالجهاز الفني كله اتكلم ما فيش حد توفى. تمام. انا وانا مثلا في الملعب انا سمعت كان في كام فرد كده. انا ككوره انا حاسبين في الشوط الاولاني في الدقيقه 20 لقيته بيشتم فيا وبيتكلم يقول في ناس ماتت وفي ناس مش عارف ايه. فاحنا ما نعرفش يعني، هو بيقول في ناس ماتت واحد بيشتم فيا. انا طلعت ما بين الشوطين اسال عندنا في الفرقه، قال لك لا ما فيش حاجه، هي المشكله ان يتضرب كام قنبله والناس تمام ما فيش اصابات خفيفه بس. ورحنا مكملين الماتش على كده. جينا في الاخر لقيت شويه من الالتراس حوالي 1000 بيشتم، عمال يشتم وشهداء وحق الشهداء. وكان اصلا في الشوط يعني الشوط الاولاني كان في تشجيع، الجمهور عمال يشجع في الزمالك المكسب الدوري.
بصراحه الامور كانت ملخبطه لحد اخر الماتش لما لقيتهم بينادوا وبيشتموا في اللعيبه وفي الناس اللي في الملعب علشان كملوا الماتش واحنا ما كناش. طب وانتوا بتلعبوا يا صلاح وانتوا بتلعبوا مع بعض يعني طب بيبقى في كده احاديث جانبيه يعني الموضوع ده خد من تفكيركم شويه ولا انتوا ما كنتوش مركزين خالص في الموضوع ده ومركزين في الماتش؟ كابتن احنا في الملعب يعني لما كوره مثلا توقف واحد يتعور واحد بتاع ما بتعيش تقولوا يا جماعه هو في حاجه بجد طب يعني ما فيش احاديث جانبيه كده ولا كان الماتش انتوا مركزين فيه وفعلا انتوا مش مركزين في حاجه ثانيه؟ يا كابتن حضرتك احنا اول ما نزلنا كان في غاز فاحنا سالنا انا الحكم كان كابتن محمود كان واقف ساعتها فبقول له في ايه احنا نلعب الماتش ولا لا؟ قال لك لا الامور تمام هم بلغوني الامور تمام فاحنا نزلنا مركزين في الماتش. اللي حصل بقى ساعتها احنا استغربنا لما لقينا الالترس عمال يشتم الشهداء. انا استغربت لما كان في حوالي 3 ولا 4 قريبين مني في كوره كده فانا لقيتهم بيشتموا جانب بصوت عالي فانا ركزت معاه في الكلمه فانا استغربت فجت ما بين الشوطين سالت قالوا لي ما فيش حاجه فكملنا الماتش على كده. جاء في اخر الماتش سمعنا الشتيمه من معظم الجماهير يعني في الملعب. يعني انت شايف ان لعيبه الزمالك مظلومه ما كانوش فعلا يعرفوا؟ بصراحه اللي انا اعرفه ما لا مركزين في الماتش قعدوا ولا اعرفوا اي حاجه ولا حياه. عمر نازل يسخن عمر كان نازل يسخن ويلعب الغاز اثر عليه وتعب طلع ما كملش. تمام بشكرك يا صلاح شكرا جزيلا. طيب النهارده برضه طلع فيديو كده خلينا نشوفه مع بعض وهو الفيديو اتوبيس الزمالك لما الجمهور وقف قدام الاتوبيس نشوف مع بعض الفيديو ده. طيب ده طبعا كان قبل الماتش والناس تقول لهم ما تروحوش تلعبوا ما تلعبوش يا عمر. انا امبارح سمعت حازم بيتكلم ومنشار مرتضى منصور بيتكلم وبيقولوا ان احنا واقسموا وكابتن اسماعيل يوسف اقسموا ان هم لا يعلموا الموضوع ده. الفيديو يعني في ناس كتير بتقول ما تلعبوش ما اعرفش ما تلعبوش يعني اكيد ما تلعبوش عشان حد اتوفى يعني لكن انا مش هخش في نيات الناس كل واحد يعني بيتكلم وبيقول خلاص يعني الناس هي اللي بتصدق او ما بتصدقش. عايز اقول لكم يمكن عايز اقول حاجه برضه الاحداث دي تخلينا اروح ل 85 ماتش ليفربول ويوفنتوس 85 نهائي تشامبيونز ليج وحصلت الكارثه. طبعا كل الناس عارفاها الكارثه ما 39-1 600 واحد تعور ده كان قبل الماتش والسور وقع وحصل والناس تحملت الجمهور ليفربول المسؤوليه واتلعب الماتش. يعني الكلام ده كان كله بقى جوه الملعب وناس كانت ماتت جوه الملعب ووقعوا جوه الملعب واتلعب الماتش عادي جدا عادي جدا. الاتحاد الاوروبي قال لك ما ينفعش ما يتقامش للفاينل واتلعب الماتش ويوفنتوس كسب ضربات الجزاء. يعني زي ما بقول لكم الناس وقعت جوه الملعب وفاكرين يعني اللي كان صغير فينا انا كنت صغيره طبعا 85 دي بس فاكر الناس وهي في ارض الملعب يعني ميتين وكده. يعني طبعا حصل مشاكل كتيرة جدا في الملعب ده وزي ما قلت لكم الناس
لعبت الماتش عادي جدا جدا وجابوا جون وكسبوا. برضو في حدث تاني هكلمكم عليه دلوقتي وهو برضو كان نوتنغهام فورست وليفربول وبرضو حصل تدافع كبير. هو ده اعتقد ده ليفربول ده صح؟ ده ليفربول نوتنغهام ولا ليفربول ويوفنتوس؟ ده ليفربول نوتنغهام فورست ده مع ايطاليا مع يوفنتوس في الفاينل. ده اللي قلت لكم الاستاذ هاسل. وطبعا بصوا الاستاذ عامل ازاي وقع بالناس. وعايز اقول لكم في الموضوع يوفنتوس موضوع بقى التاني في 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 انجلترا ده كان نوتنغهام بيلاعب ليفربول مش بقى مش الشكل ده. ده طبعا ده بصوا ده كل ده قبل الماتش على فكره, كل ده قبل الماتش والماتش هيتلعب منتهى طبعا يعني مفيش دم خالص. بس الفلوس بتعمل اكتر من كده لان ساعتها برضو الرعاه والماتش لازم يكمل. بصوا ده ناس جوه الملعب بيموتوا وماتوا اوريدي 39 واحد ونزلوا لعبوا بلاتيني لعب وبونياك لعب والناس كلها لعبت عادي الماتش. يعني بصوا ده جوه الملعب يعني مش مثلا معلومات من بره ان في يا جماعه ناس اتعورت ولا حاجه, لا ده الناس عارفه وش كده ان في ناس ماتت ولعبوا. ده في اوروبا اللي احنا دايما بنضرب بيهم المثل يعني المصايب بتيجي في كل حته يعني. بس يعني احنا ممكن نتفاداها ازاي؟ ده 85 الكلام ده طبعا حصل بعديها حاجات كتيره جدا. من ساعتها الدنيا بقت ما بقاش في حاجه لان الناس بتتعلم من كوارثها. لكن احنا من 3 سنين حصل كارثه في بورسعيد وبعديها هي بسنتين حصل كارثه في الدفاع الجوي, فاحنا ما بنتعلمش يعني. دي طبعا كارثه بجميع المقاييس انسانيه وتنظيميه وكل حاجه انسانيه. ان انت تلعب ماتش بعد الاحداث دي ازاي ما تعرفش ما فهمش ازاي مين يلعب يقدر يلعب. ولكن بعديها حصل كميه حاجات لتامين المباريات وتامين الماتشات وتأمين الحاجات عشان ما تبقاش موجودة. وده فعلا من ساعتها حصل يعني في غلط في كل حتة. ولكن المهم ده طبعا ده واحد ماسك اعتقد مسدس ولا حاجة. لكن المشكلة ان احنا نتفادى اخطاء. احنا ما نتفاداش اخطاء. انا هقول لكم ليه ما نتفاداش اخطاء, لان كان في توصيات في النيابة العامة بعد موقعة بورسعيد ان لازم اي استاد خلاص يا جماعة سيبوا الصور دي بقى شيلوها بقى. كان في اي استاد بيبقى فيه 10 ده التوصيات. فاكرين لما حصلت موضوع بورسعيد والنيابه العامه طلبت 10 توصيات عشان اي ملعب بجمهور. طيب خلينا نروح الاول لكابتن ابراهيم صلاح كابتن نادي الزمالك. كابتن ابراهيم مساء الخير واكيد البقاء لله طبعا, ربنا يعني يرحمهم جميعا. واكيد انتم من الناس يعني في هجوم شديد على الفريق نادي الزمالك من جماهير نادي الزمالك. قول لي يعني هسيبك تتكلم مش عارف اتكلم انا, قول لي انت ابراهيم انت شايف الماتش ازاي وشايف هجوم الجماهير ازاي وردك ايه على هذا الهجوم؟ طبعا الأول إزاي حضرتك كابتن حازم, بعزي نفسي وبعزي جمهور الزمالك وبعزي إخواتهم اللي ماتوا والبقاء لله وربنا يصبر أهلهم إن شاء الله ويجعلهم من أهل الجنة إن شاء الله يا رب. إبراهيم عرفتوا كنتوا عارفين ولا مش عارفين إبراهيم قولا أقول لحضرتك كابتن حازم أنا ودي شهادة قدام ربنا يعني الحمد لله ما خافش من حد. أنا أقول شهادة دي قدام ربنا الناس يعني اللي يفتكرها بقى كلامي مظبوط مش مظبوط. انا اقول اللي انا اللي حصل لي من ساعه ما طلعنا من الاوتيل لحد بعد المباراه انا اقول اللي حصل بالظبط. في حاجات ممكن تبقى على العين حاجات الناس ما تفهمهاش اتكلم بالظبط. احنا كنا رايحين الاستاد تقريبا بالظبط في الشارع بتاع ملعب الدفاع الجوي اللي هو في شارع 90 بالظبط. بدانا نشوف ان في ناس من جمهور نادي الزمالك راجعه يعني احنا رايحين والناس راجعه. طبعا اللعيبه ما كانتش مصدقه ان الجمهور هيرجع ودي كانت حاجه كل الناس كانت مبسوطه بيها جدا. فاحنا في وسط الطريق طبعا كان في زحمه شديده جدا بدانا نبص ان الناس بترجع ومره واحده الاتوبيس وقف الجمهور طبعا كل الناس كتير جت حوالين الاتوبيس الفيديو اللي الناس كلها شافته. احنا بدانا نبص الاتوبيس وقف ليه في لعيبه طلعت قدام كان حازم وعمر وفي لعيبه لكن في ناس كتير حوالين الاتوبيس ما تلعبوش في ناس الداخليه بتموت فينا الداخليه بتضرب فينا دخلنا الداخليه معانا تيكت ومش عارفين ما تدخلوش الا لما طب انت يعني انت ابراهيم انت ابراهيم انت بتتفرج على الحلقه ولا ما بتتفرجش؟ عندك تلفزيون؟ انا شفت حضرتك من شويه. لا اصل دلوقتي احنا جايبين فيديو الناس عماله تقول لكم ما تلعبوش أيوة ما تلعبوش. انا حضرت لان انا بصيت من الشباك وشفت الناس. طيب ما حدش قال لكم خالص؟ ما حدش قال لكم اصل في ناس ماتت؟ بالظبط كده ان فعلا في ناس كتير بتشاور لنا بايديها. انت عارف حضرتك الازاز بتاع الاتوبيس احنا مش فاهمين حاجه يعني صح. كله بيبص على حركات في ناس بتعمل بايديها كده ان في ناس محبوسه في ناس بتقول ان الداخليه بتضربنا وفي ناس معاه التيكت وبترفعه لينا. انت عارف ان كان في زحمه فانا انت اكيد مش مركز في كلام واحد انك هتقدر تسمعه هو بيقول ايه يعني في ناس كتير بتقول قدام كتير ناس كتير راحت وقفت قدام الاتوبيس كانت قريبه من عمر وحازم فاحنا قلنا لهم ايه يعني كل اللعيبه قعدنا قلنا لهم يا جماعه ركزوا في الماتش وركزوا ان احنا انتوا في دماغكم الموضوع ان مش عارفين يخشوا الملعب عشان التذاكر ده اللي في دماغكم
كل حاجه حضرتك عارف يا كابتن، لما يبقى في جمهور وفي داخليه دايما موضوع ان في غاز وفي شد وفي جمهور، فانت ده كل اللي في دماغ الناس كلها ان في ايه يعني في مشكله ان الجمهور في الدخول وكده يعني ده الحاجه الوحيده اللي في دماغ كل الموجودين، واحنا دلوقتي المشكله هتخلص او جمهورنا هيدخل وهندخل نلعب الماتش. تمام. لما تقعدوا وركزوا في المباراه، طبعا حضرتك عارف ان انا مش هبقى داخل الماتش وببقى مركز مليون حاجه، كل اللعيبه كانت مركزه. طب عمر وحازم على حد علمي نزلوا اتكلموا مع الناس؟ عمر وحازم لا، مفيش حد نزل من الباص، كل عمر وحازم كانوا قاعدين جوه بس كانوا قريبين من الناس. طب ما قالكوش حاجه يعني؟ ما رجعلكوش بحاجه بخبر مثلا يا جماعه ده حصل كذا؟ كل الكلام زي ما انا بقول لحضرتك كده يا كابتن حازم في 100 اتجاه، في ناس، في واحد بيقول ما تدخلوش الا ما تدخلونا، في واحد بيشاور على التيكت، في ناس بتقول دول الشرطه بتضربنا وفي غاز وفي يعني انت في 100 اتجاه. كل ده طبعا احنا يعني ما فيش عندنا خبر باي حاجه، دخلنا الناس اللي معاهم موبايلات ولا الناس اللي بص، ما فيش خبر في اي مكان ان في حاجه لا قدر الله زي الموت. يعني طبعا يعني احنا كل دماغك مثلا ممكن الشرطه بتضرب، ممكن الناس دي الجمهور عايز يدخل، في كل الكلام وصل لاتجاه ان الناس عايز تدخل من غير تيكت، يعني في الاخر كل الدنيا ان الناس مش عايزه تدخل غير تيكت. بعد شويه على طول لقينا الشرطه تقريبا جت، كل اللي حوالين الاتوبيس جريوا، الغاز دخل الاتوبيس، كان في ناس هتموت، فدي يعني دي خلاص المرحله دي، فتحوا باب الاتوبيس، كل اللعيبه نزلت جريت في اي مكان، جابوا مدرعه دخلنا فيها. انتوا زعلانين من عمر ولا شايفين ان هو ما عملش حاجه اساسا؟ انا هقول لحضرتك بالظبط اللي حصل وممكن لا يعني هو مثلا هو الناس بتقول انا لحضرتك كابتن حازم، انا دخلنا في المدرعه، في وقت المدرعه دي ما فيش حد كان شايف حاجه بقى ولا حد دريان بحاجه، لان اولا الغاز ثانيا يعني دخلنا قلب الملعب، يعني خلاص دخلنا اوضه اللبس، يلا يا جماعه قدامكم 10 دقايق وهتبداوا. بالظبط كده، قدامكم 10 دقايق وهتبداوا، طب في ايه اللي بيحصل بره؟ كل اللي حوالينا ان يقول لك الناس عايزه تدخل من غير تيكت والشرطه مش عايزه تدخلهم. لبسنا يلا يا جماعه عشان نسخن، وانا بدات اتكلم مع اللعيبه، اللي بيحصل ده دافع قوي لينا، وشفت جمهورنا احنا لازم نفرحهم، والغاز والحاجات دي كلنا ننسى الحاجات دي وهتروح، ولازم نركز في الماتش ولازم نكسب الماتش وده ماتش الدوري، وبتكلم بقى في اتجاه تاني خالص. تمام. نزلنا التسخين، عمر جابر كان معانا بيسخن. انا شايفه في التسخين وشايف كل اللعيبه، مش عمر بس، اللعيبه كلها، كان في ناس رجعت وفي ناس دايخه وفي ناس مش شايفه قدامها فعلا خالص. دخلنا اوضه اللبس بنلبس وننزل المباراه. عمر لقيت حازم، انا كنت انا كابتن الفريق لان حازم مش موجود، لقيت حازم بياخد الشاره وهيبدا في حازم، عمر بيخور بيرتعش ومش قادر يكمل الماتش. ما جابش شيء ان في حد مات او اي حاجه خالص؟ ده بالظبط اللي حصل، دخلنا المباراه لعبنا، الجمهور كله بيشجع، يعني مع احترام كل الناس، ان جمهور الزمالك يكون بيشجع الزمالك والدوري يا زمالك، اعتقد ان عمري ما تيجي في بال اي بني ادم ان في حد مات من جمهور الزمالك. طب في اخر ماتش يا ابراهيم او في شوط تاني قعدوا يقولوا لكم كفايه؟ هقول فعلا يا كابتن حازم. طيب. انا من ناحيه حال الشوط الثاني بدانا في الاخر ان في ناس بدات تشتم، بس حضرتك يا كابتن حازم انت عارف ماتش انبي والزمالك وبنلعب يعتبر ماتش الدوري وتركيزنا قد ايه، والماتش كان مشدود ازاي مع حكم ومع لعيبه انبي ومع كل ده، احنا مش مركزين في حاجه ومش فاهمين ايه اللي حصل، يعني ولا لعيب في الملعب كان مركز ان ممكن يكون حد مات او مش مركزين ايه اللي بيحصل، يعني انا مع حازم كل دماغي اللعيبه والمكتب والله العظيم حد مركز ايه اللي بيحصل، احنا ما عرفنا اي خبر وفاة اي بني ادم من جمهور نادي الزمالك غير بعد المباراه لما تكتب. طب يا ابراهيم هتعملوا حاجه يعني في حاجه الناس اكيد مستنيه منكم؟ انا واحد من الناس، انا الناس شايفاه او انا اي حاجه من اقسم بالله. انت راجل من كباتن الفرقه، ناوي تعملوا ايه مثلا؟ انا عندي استعداد لو ما العب كوره تاني خلاص، انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله ان انا ما بقتش العب كوره، بس اللي الناس فاهمه عن اللعيبه او قصرت للعيبه او بعد الفيديوهات اللي الناس بتشوف اللعيبه ومش في دماغها، يعني مع احترامي انا راجل من الناس الوحيده في الفرقه دي انا وحازم اللي لعبنا مباراه الاسماعيلي، اول ما جالنا خبر ان في ناس في بورسعيد ماتت من جمهور النادي الاهلي، مفيش واحد من لعيبه نادي الزمالك قال ان انا هلعب المباراه. ما طيب بالك ده جمهورنا. في اكشن يعني في اكشن هيتعمل يعني انتوا كلعيبه، انت راجل كابتن او تاني كابتن؟ انا واحد من الناس من بعد الماتش ما اتكلمتش مع بني ادمين، بتكلم مع اللعيبه كلها. أيوة. هتعملوا حاجه يعني؟ هل هتروحوا الوضع ده؟ لان الناس دي برضو مهما كان الناس دي زعلانه على اخواتها اللي ماتت واي حاجه. لا هتروحوا يا ابراهيم للناس اللي توفت الاهالي؟ انا اول واحد هروح للناس كلها وبيوت الناس كلها، انا بتكلم عن نفسي، انا ما اعرفش اي حد. لا طب ما انت تجمع اللعيبه كلها، ما انتوا الفرقه يعني عشان تبقوا فرقه واحده، انت الكابتن هتجمع. اكيد انا ما عنديش مشكله خالص، انا بقول لحضرتك انا اول واحد هتحمل المسؤوليه في اي حاجه، بس بقول وحيات ربنا دي شهاده قدام ربنا اتجازى بيها عليا وعلى بيتي وعلى اولادي. شكرا ابراهيم، شكرا جزيلا ابراهيم صلاح نجم نادي الزمالك، بشكرك ابراهيم شكرا جزيلا. عايز اقول حاجه سريعه جدا
وهو رجوع الجماهير. رجوع الجماهير الناس كلها، انا بس بسرعه عشان استاذ عصام هيخش طبعا دلوقتي، موضوع رجوع الجماهير الناس كلها عماله برضو تنظر وتقول مين دخل الجمهور وليه الجمهور يخش دلوقتي وده مش وقته خالص، كله عمال انا سامع بقالي يومين الناس بتقول الكلام. طب انتوا مش عارفين ان بقالنا شهر بنتكلم ان في جمهور راجع؟ طب انتوا مش عارفين ان في ماتشات لعبت اوريدي بجمهور؟ يعني الاتحاد لعب قبلها بيوم ولعب يوم الصبح كان مش عارف مين بيلعب. انتوا مش عارفين الكلام ده كله، ولما بتحصل الماساه الناس كل واحد في الاستوديو يطلع ينظر يقول لك ازاي ترجعوا الجماهير. طب انت ليه ما قلتش من اسبوعين او قلتش من شهر؟ ما انت عارف من شهر ان في جمهور داخل، وكل الناس مفيش حد في الكوره او في مجال الكروي كله ما قالش عوده الجماهير ما دام دخل في ماتش تونس ودخل في ماتش السنغال ودخل مش عارف ماتش الزمالك والاهلي. مفيش حد طلع في الكوره ولا بره الكوره قال ما ينفعش الجمهور ما يرجعش. دلوقتي المشكله فينا احنا دايما لو تحصل المشكله في توك شوز وبتاع الناس المقدمين المحترمين ما هم مش تعبتهم الكوره يعني، فهو دلوقتي بيقول لك انتوا ازاي تدخلوا الكوره؟ طب انت وحياتك لو متابع من اسبوعين ومن ثلاثه الكلام ده بقاله كتير في الساحه الرياضيه موجود، وبيتقال ان في جماهير داخله وبيتقال ان هتبتدي من الدور الثاني، ده الكلام ده بقاله 3 اشهر وابتدى فعلا في ماتشات بجمهور، وجاي دلوقتي لما تحصل المشكله تقول مين اللي قال؟ طب وانت ما دام مش متابع حياتك ما انت كنت قلت الموضوع ما كانش سري مثلا، ما كانش امبارح بالليل الماتش واتعملت اول امبارح الصبح، الموضوع من زمان. الموضوع مش في عوده الجمهور يا جماعه، الموضوع انه في النظام. ما نقعدش نتكلم في حاجات ونقعد ننظر بس على الناس، اصل انتوا ازاي اتحاد الكوره يرجع وازاي مش عارف مين يعمل؟ موضوع طبيعي في اي حته الناس بترجع جمهور بعد شهر، بعد قعدنا بقى لنا سنتين ما فيش جمهور، ما هترجعوا امتى؟ هتقعد 7 سنين ما ترجعش؟ بس هو لازم لما يرجع يبقى في نظام في الدخول، يبقى في شكل زي ما انا بقول كنت 3-4 بوابات، تعمل 3-4 لجان او بتاع من قدام. ولكن انا بقى هموت امبارح ان الناس كلها عماله تقول ده مش وقته وده مش وقت. طب ما انت عارف ان في متى اقول كوزاره الداخليه اقول انا ما فيش ماتشات خالص السنه دي من غير جمهور؟ هو انا الاتحاد الكوره ولا الانديه هي المسؤوله على الموضوع ده؟ كل الانديه اكيد واتحاد الكوره عايز يدخل جماهير عشان ده حاجه كويسه للكوره، اي حد يفهم كوره ان احنا نحتاج جماهير ماديا ومعنويا ده اكيد حاجه ثانيه، لكن بقى في مصلحه امن دوله او اكيد مصلحه الامن القومي اهم من كوره مليون مره. فاكيد لو الداخليه شايفه ان الموضوع فيه قلق كان قال لك ما فيش يا جماعه، ما قال ما كل ماتشات ما فيش. لكن ما بيجيش بقى حد دلوقتي يقول لي طب ما انت مش متابع ولا عارف ان بقى انا 3 اسابيع ولا 4 اسابيع بنتكلم ان في عوده جماهير وفي جماهير دخلت اوريدي وانت بتتكلمش، ولا كنت بتقول يا جماعه ما تدخلوش؟ مش لما تحصل المشكله بقى كلنا على بكره اصل انتوا ازاي تعملوا كده، ونقعد بقى ننظر. التنظير ده عندنا للاسف كل الناس بتعمله حاليا، ممكن يكون انا كمان بعمله يعني، بس يعني ان شاء الله احاول ان انا ما اعملش. خلينا نطلع على فاصل ونرجع نستقبل الاستاذ عصام سيل. رجعنا لكم تاني ومعايا ومعاك الاستاذ عصام سالم ناقدنا الرياضي الكبير. طبعا مساء الخير يا استاذ عصام. مساء الخير يا كابتن حازم. عامل ايه؟ خلاص تعازي طبعا من الحادث المؤسف اللي حصل، كلنا بنعزي بعض، والكارثه الحقيقيه اللي حصلت قبل مباراه الزمالك وانبي بالتاكيد. طيب رايك ايه في يعني اكيد مش هنتكلم عن كوره يعني وكلام ده بالنسبه اللي بيحصل حدث جلال اكيد اكيد، و يعني شايفه ازاي؟ انت قلت جمله يا كابتن حازم انا بتفق معك فيها 100%. احنا ناس ما بتتعلمش بس باختصار لما نيجي احنا 2 فبراير 2012 تحصل مذبحه بورسعيد، ونيجي بعد كده 8 فبراير 2015 ونشوف نفس المشهد باختلاف التفاصيل، اعتقد يبقى ده معناه ان احنا ناس ما بتمشيش لقدام. احنا عمالين نمشي خطوه لقدام وعشرة ورا كل اسف. لما يجي في مباراه كره قدم اللي الناس بتروحها عشان تستمتع وتقضي وقت جميل بلعبة هي بتحبها، وتبقى نتيجتها في الاخر 93 ضحية، 74 في الاهلي و19 في الزمالك، اعتقد دي كارثة فعلا. يمكن كان لها صدى كبير حتى على صعيد الاتحاد الدولي نفسه، لانه شايف ان بعد جواب دلوقتي النهارده اهو قدام الجواب يعني يعني خلص التعازي، ودي للاسر الرياضة المصرية واللي حصل في ماتش زمالك وامبي، ومشاعرنا مع اسر الضحايا واسرهم. سو ساد ذا جيم ده يحصل في ماتش كوره، شود بي سين اوف جوي اند بوزيتيف ايموشن شود بي اور، ولازم نقف مع يعني مع الناس. وبعدين في الاخر وي ويت ذا ريزلتس اوف ذا انفستيجيشنز انتو ذا تراجيدي، مستنيين نتائج التحقيقات في الاحداث المؤسفه اللي هيتزود بيها من اتحاد الكوره المصري بمناسبه هذه الاحداث. بالتاكيد ده من حق الاتحاد الدولي انه يراقب، الاتحاد الدولي انه يتابع، الاتحاد الدولي انه يستقبل
نتائج التحقيقات لان كارثه فعلا. يعني بقت قليله قوي في ملاعب العالم. يعني انت عارف انت ذكرت واقع استاد هيسل اللي كانت 85 بتتكلم من 30 سنه فاتت. الكلام ده كله ناس اتعلمت منه طب. بعدها ليفربول اللي هو اللي جماهيره كانت متهمه الهوليجنز متهمه بالابتداد 6 سنوات بعيد كل البعد عن البطولات الاوروبيه 5 سنوات لكل الانديه الانجليزيه ده في هيسل لا بالظبط لا في موضوع نوتنغهام وليفربول طلعوا جريس سان قالت ان جماهير ليفربول هي السبب في همجيتها انها دخلت كتير فحصل التدافع وان الشرطه كانت بريئه من هذا الكلام يعني من ساعتها من هذا الحدث السن ما بتخشش ليفربول خلاص محدش بيقراها لان جمع على الجماهير بشكل كبير بالظبط وده برضو معلش هو ده برضو بيديك تاثير الصحافه قد ايه هناك ان كلمه زي دي قد ايه ضرت بمصالح ليفربول ان هو في النهايه احنا بنقول هنا كابتن حازم ان كلنا متهمون في هذه الكارثه كلنا بلا استثناء واوننا الاعلام الرياضي اللي فعلا انت عارف بيجيد فن جلد الذات انا في النهايه زي ما حضرتك قلت ما سمعنا الصوت من الاصوات بعد الاتفاق على عوده الجماهير انه بينتقد هذا القرار مفيش حد كان بيتكلم بالعكس الكل اشاد بهذا القرار وان دي عوده الحياه مره اخرى الى المدرجات وان الدوري من غير جمهور كانك مباريات سريه بس انا عايز حاجه وعايز اوضح بين دي وحاجه واحده التوقيت طيب ما كنت خليتش الماتش ده يعني ما دفع التوقيت والناس جايه وعندك مؤتمر خلاص اعملها من شهر 4 يعني قصدي مش الموضوع مش في الرجوع هو ممكن يكون توقيت وانت كان في ايدك انك تاجله ما يعني ما انت لما بتاخد هذا القرار يا كابتن حازم عارف كويس قوي ان في المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس وعارف ان بعدها بفتره صغيره بوتين جاي البرلمان وبوتين موجود انت عارف كل هذه القصه كل ده انت مش متفاجئ بيه طيب كان في حاجه مهمه برضو عشان برضو ناخد من اخطائنا احنا بنتعلم او ما بنتعلمش يعني بعد بورسعيد عملوا 10 توصيات 10 وصايا زي ما بالظبط طيب خلينا نشوف واحده واحده مع الناس كده ونشوف ايه اللي اتطبق نشوف ايه اللي اتطبق بالظبط وازاي طب رجعوا الجماهير بدون هذه التطبيقات ولا موجوده التطبيقات دي توصيه النيابه العامه بعد مخيف بورسعيد اول حاجه تزويد جميع الملاعب الرياضيه بكاميرات مراقبه والتاكد من كفائتها في نقل الاحداث بصوره تساعد على كشف مثيري الشغب ده اعتقد موجود في الدفاع ده سهل طبعا انت طيب ده رقم واحد معلش انت كمان ما تنساش ان مش منشاه رياضيه بدي منشاه عسكريه تمام يعني فيها كل التجهيزات اللي دي ما فيش مشاكل الاستعانه في تامين دخول الملاعب بوابات كاشفه للمعادن والمواد الخطره على نفقه الانديه وخضوع الجماهير للتفتيش الوقائي ده كان امبارح موجود ما اعتقدش حتى لو كان موجود في ماتشات المنتخب قبل كده كنت بعض الناس بتعدي لكن مش في كل الملاعب برضو بكل اسف مش متوفر في كل الملاعب بالشكل اللي يتناسب مع الهدف الحقيقي من وجود هذه البوابات الالكترونيه مش موجود امبارح ما كانش موجود اساسا ما كانش موجود طيب ادي حاجه ما كانتش موجود ثلاثه الايقاف الفوري لاساليب التامين القائمه على ابقاء المشجعين بالمدرجات لفتره طويله وضع خطط بديله عن ذلك اخلاء المدرجات في حالات طوارئ مع نشر لوحات ارشاديه لاماكن الخروج واخلاء الجماهير الايقاف الفوري لاساليب التامين القائمه على ابقاء المشجعين يعني ما يخشش الملعب يقعد كتير في الملعب اعتقد او ما اعرفش دي برضه موجوده ولا لا مش فاهمها قوي لكن ما هي مش مفهومه يعني ممكن الكفر. دي اللي قبل الماتش ما تدخلهمش كتير يعني تقعد كتير قبل الماتش ولا ايه يعني المفروض دي يدخل قبل المباراه مباشره ويخرج بعدها مباشره يعني طبعا ده لا يعني الى حد برضه تحتاج لاكثر من تفسير او كانوا بيخلوا الجمهور يقعد كتير بعد الماتش لغايه لما الفرقه تمشي وبعدين يطلعوهم ده برضه ما كانش لازم يبقى موجود يعني طيب أربعة وضع قواعد صارمه غير قابله للتفاوض تحكم الملاعب الرياضيه وتلتزم بها جميع الانديه على نحو يكفي الانهاء جميع الظواهر السلبيه في الملاعب معلش كلام انشا برضه معلش ده ايه قواعد الصارمه غير قابله للتفاوض مفيش حاجات محدده يعني كلام انشا كلام برضه غريب شويه بالظبط ايوه قواعد صارمه غير قابله للتفاوض تحكم الملاعب الرياضيه وتلتزم بها جميع الانديه على نحو 5 تخصيص مجموعه من العاملين في الاتحاد المصري لكره القدم يرتدون زي مميزه المشاركه في تنظيم دخول الجماهير ووجودها بالمدرجات هنا دور اتحاد الكره في الموضوع ده بالظبط طيب شايفه ازاي بقى يعني ده حاجه فاهمينها شويه يعني مش عارف هل الاتحاد بيقوم اصل انت عارف التجربه ما كملتش بكل اسف عشان نحكم عليه يعني ما حصلش عوده جماهير بالشكل الطبيعي عشان نقول والله اتحاد الكره قام بدوره في الجزء ده في التنظيم وزي مميز والكلام ده كله ولا لا ما لحقناش نشوف حاجه بكل اسف يعني مشيت التنسيق مع رؤساء كل الانديه تخفيض قيمه التذاكر الدرجه الثالثه وتمثل القاعده العريضه من الجماهير التذاكر كانت بكام يا جماعه الماتش ده ب 20 جنيه ولا بكام التذاكر كانت الماتش ده بكام كانت ب 20 جنيه ده التذكره
كتير ولا قليل تذكرات 20 جنيه دي؟ في الدرجه الثالثه 20 جنيه كتير. كتير انت بتتكلم طبعا عن المشجع العادي خالص يعني يعني لظروفه فعلا يمكن الاقتصاديه ضعيفه الى حد كبير يعني. طيب انا هقولها بقى وايه وحياك علق في الاخر عشان ناخدهم. دعوه رؤساء مجلس اداره الانديه لعقد لقاءات متكرره مع الالترس، طبعا ده ما بيحصلش تقريبا خالص، خاصه قبل المباريات اللي وضع ميثاق عمل بينهم بحق الالتزام بالتشجيع. ده طبعا حاله التنحر الموجوده بين الالترس ومجالس الاداره وخاصه مجلس الزمالك يعني كمان، فمنوي ان هم هيقعدوا مع بعض خالص وخصوصا بعد اللي حصل كمان يعني. ترشيح مجموعه من قيادات الالترس المؤثرين للمشاركه في عمليه تنظيم دخول الجماهير، برضه ده نوي انه ما حصلش طبعا اكيد ومش هيحصل في فتره في القريب العاجل يعني. دراسة مدى إمكانية إنشاء سور شبكي دائري داخل المدرجات في مواجهة الجماهير وعلى بعد 4 صفوف من الكراسي والمخصص للوجود الأمني. ونمر 10 العمل على ضرورة تقوية الفواصل وزيادة ارتفاعها بين المدرجات بهدف منع الجماهير. على فكرة الكلام ده كله ها النيابة عاملاه عشان ماتش بورسعيد جوه الملعب يعني، منه بره بس يعني مركز قوي جوه الملعب لان بالزبط. مشكله بورسعيد حصلت جوه الملعب بالظبط، حصلت لنا احنا بقى دلوقتي بره الملعب. بالمناسبه كل هتعمل لك توصيات ثانيه 10 توصيات ثانيه بره الملعب بقى، الناس ماتت للاسف الشديد يعني. طيب قول لي انت بقى بكل مش. اسف فعلا حضرتك بتقول كل هذه التوصيات داخل الملعب، احنا في ازمه ده معنى ذلك ان لا علاقه لها بالكارثه اللي حصلت في ماتش الزمالك. كل ده ولا له علاقه بيه. انت بتتكلم في ناس في الشارع يعني. مساله في الاخر مالهاش علاقه خالص بهذه التوصيات. بكل اسف القصه في اكتر من جانب برضه يا كابتن حسن. اتفضل. يعني اولا انا طبعا بلوم برضه اي مشجع رايح بدون تذكره. تمام. لانك انت عارف كويس قوي ان هي المساله محدوده، العدد محدود، ولو دخل عدد اكبر من هذا العدد بطريقه او باخرى هتضر ناديك اشد الضرر. في ناس بيقول يا استاذ عصام يعني معيش تذكره ما اموتش. ماشي طبعا طبعا يعني. ما يكونش دي النتيجة أكيد، لكن في النهاية أنا بقولك هو هذا التزاحم. التزاحم ده كان معناه على الداخلية أن نتعامل معاه بشكل مختلف خالص. أنت قلت كلمة مهمة، الحس الأمن فين؟ معلش أنا هنا عارف مباراة بهذه الأهمية وكل مصر مستنياها أول وتاني الدوري، وأن في جماهير لأول مرة هنشوف 10,000 مشجع في مباراة في الدوري، مسألة مختلفة. والملعب في النهاية في وسط البلد يعني، انت مش في الأطراف، مش مثلا ملعب هناك اللي مثلا اللي الملعب اللي هناك اللي في اسكندرية اللي برج العرب. لا مختلف، ده في الملعب ده في التسعين يعني ترى كل الدنيا رايحة جاية عليه برضو. يبقى معناها زي ما انت قلت من هناك من محور الشهيد انت بتظبطها من هناك من البداية خالص من أول الشارع. أنا شفت المنظر الصبح، أنا كنت مر بالصدفة، تأمينات غير عادية ولكن قدام الاستاد يعني، أنت عارف إن مش أبعد من 10-20 متر يعني. لكن أنا في الآخر لما أنا أتقي أو أتحاشى هذه المشكلة من بدري أكيد كانت المسألة تختلف. طيب أنا جيت النهاردة وكل هذا التزاحم وهذا التدافع الفظيع، أنا قدامي دلوقتي أحد حلين، يا يعني إما أجد حلول سريعة أدخل الجماهير دي الملعب مفيش اي مشكله خالص، لان انا دلوقتي بحل مشكله بحل مشكله كبيره ده فيها موت يعني. الناس فعلا انت عارف على بعض مع الغازات، واضح ان كانت مكثفه قوي، الغاز المسيل الدموي كان مكثف بشكل ده عمل الجري وعمل الناس بالظبط الهرج والمرج والاختناق والقصص دي كلها. انا افتح الملعب ان شاء الله يتملي، انا في النهايه نادي الزمالك اللي يدفع الثمن لانه المفروض 10,000 انت بتملاه ب 30,000. انا عايز اوضح حاجه في الموضوع ده برضه يا استاذ عصام، وهو يعني الواحد ما بيها يعني عشان بس تكون واضحه، التنظيم كان خطا يعني، ما نتكلمش على وزاره الداخليه ككل لا اكتر من جهه، لازم نتكلم على المخطئ فقط يعني. الناس دي بتتعب وناس بتموت وعايشه في الشارع طول عمرها، فليهم كل التقدير اللي بره وفي شوارعنا 100%. لكن اللي عمل الماتش او اللي منظم الماتش انا شايف في تقصير رهيب، وهو يعني من الاسباب او من اللي حصل الكارثه دي تنظيم، عدم وجود بوابات اضافيه بشكل اساسي. لكن انا مش مهيئ نفسي لاي ظروف استثنائيه بكل اسف، انا شغال على روتين ان هيجي 10,000 ومتخيل كده، مين قال ده ماتش كوره والاول مره انت بتفتح للجمهور بهذا الشكل؟ لازم اهيئ نفسي ان هيجي 20,000 مش هيجي 10,000، وهنا بدل البوابه يبقى فعلا 4 و5 بوابات، ان انا بتقي مشاكل كتيره. صح. بعد كده والله الجمهور والنادي المنظم يتحمل مسؤوليه ان الجمهور بقى اكبر من المتفق عليه، ده قصه ترجع له يدفع ثمنها مفيش اي مشكله، لان في قوانين وفي لوائح بتنظمها. طيب خلينا ناخد معانا الاستاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمتحدث الرسمي للنادي الزمالك. مساء الخير يا استاذ احمد، ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن حازم ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. يعني أنا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ الله يخليك البقاء. طيب. في حياتك بقاء لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب. اولا يعني ايه رد فعل المجلس رسمي على الاحداث؟ هل في حداد؟ هل في عزاء؟ هل في اي حاجه هتتعمل من خلال نادي الزمالك اكيد لمشجعيه يعني؟ طيب كابتن حازم معلش دي فرصه ان انا اتكلم، انا ما اتكلمتش كتير الفتره اللي فاتت فانا حابب ان اتكلم. اول حاجه استاذ عصام كلامه مظبوط
يعني لو بتكلم على سوء التنظيم يا استاذ عصام، صح كلام حضرتك مظبوط، كان لازم دايما نبقى عاملين احتياطاتنا ان ممكن اي احداث تحصل. لكن انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني حضراتكم تجاوبوني يعني. اسباب الوفاه اتقال ان هو سبب التدافع، صحيح؟ صح. الشرطه ضربت غاز، ما ضربتش ولا رصاص ولا ضربت خرطوش، هي ضربت غاز وبالتالي الناس جيت فحصل تدافع فحصل وفاه. تمام. اعتقد ان المتسبب الحقيقي في الوفاه واضح جدا، والسبب الحقيقي في الوفاه القاتل واضح، ويعني ما عادش فيه نوع من المهادنه اذا كنا كل واحد بيتحمل مسؤوليته. فانا عضو مجلس اداره كان ممكن استقيل واهرب، لكن انا بتحمل مسؤوليتي. طب ايه اللي هو مين اللي هو مين واضح يعني؟ القاتل هو كبوهات الالتس، القاتل اللي حشد ال 10,000 واحد يجوا فوق العدد المسموح به. صح. طيب القاتل اللي عمل دعوه. هسألك سؤال يا احمد، معلش انا لسه كنت بتكلم ان انا مثلا انا زملكاوي فعندي صفحات الزمالك كتير، اكيد انت عندك برضو، وشايف ان هيبقى في اقبال، يعني انا كنت حاسس ان هيبقى في اقبال رهيب يعني. هل مثلا ما اتكلمتوش مع القيادات يا جماعه ما ينفعش بوابه واحده؟ يعني انا كنت بتكلم، طب ايه المشكله يبقوا اربع بوابات يتفتحوا؟ يعني مثلا هيجي ناس كتير، انت اكيد كنت عارف ان هيجي اكتر من 10,000، طب ليه ما نفتحش بوابتين؟ ليه ما نفتحش ثلاثه؟ ليه ما نفوتش الفرصه على الكابوهات دي انها لو عايز تعمل مشكله ما تحصلش؟ هل ما كانش فيه يعني مثلا؟ معلش اتفضل، خليني اكمل لحضرتك. طيب اتفضل. حضرتك دلوقتي العدد المسموح بيه 10,000. تمام. الاستاد ده بيساع عدد اكبر من 10,000 بشويه، بيساع تقريبا 15,000 او 18,000. الطبيعي ان انا بطبع تذاكر دي عشان دي عمليه تنظيميه. الا لو ما طبعتش تذاكر هيجي لي اكتر من مليون زملكاوي، يعني لو سبت الحياه مفتوحه هيجي لي عدد كبير. تمام. فالفيصل ان انا باخد تذكره مش عشان اتمنظر بيها ولا عشان النادي يكسب، دي عمليه تنظيميه عشان اللي يخش هو العدد اللي انا طبع على عدد التذاكر. انا كنادي زمالك بعت عدد معين من التذاكر ووزعت عدد من التذاكر على الجمهور. والكلام ده مثبت بالفيديوهات، كان في اكتر من 2,000-3,000 مشجع زملكاوي بيخش وبياخد دعوه مجانيه، ويمكن اتذاع الفيديو ده امبارح، كانوا واقفين طوابير، ودي الناس المحترمه اللي انا بشكرها. الشاب اللي تعب وقف في طابور بالساعتين والثلاثه عشان يحصل على دعوه او تذكره بمقابل مادي. فأنا طبع 10,000 تذكرة، يعني الساعة هي 10,000. اتباع منهم جزء اللي هو اتباع 8,300، وفاض 1,700 تذكرة. ده عشان الناس بتقول اللي ما كانش متوفر التذاكر، لا التذاكر كانت متوفرة، كانت موجودة يا كابتن حازم زي ما متعودين واحنا صغيرين، المنافذ بتاعت نادي الزمالك، منفذ عند باب النشاط الرياضي، ومنفذ عند قدام نادي الترسانة، كان في منفذين. اللي حصل حضرتك اني فعلا جم الشباب، وفي ملحوظه ثانيه برضو، ملحوظتين مهمين جدا. اللي ماتوا يا كابتن حازم مش من الالترس، عشان في كذب بيتقال ان هم من الالترس، اللي ماتوا مش من الالترس، ممكن يكون مات 100 واحد منهم او اثنين، يعني انا ما اعرفش العدد، طبعا هو بني ادم في الاول وفي الاخر، لكن ابتدت المتاجره اللي ماتوا اولادنا، لا اللي ماتوا هم اولادنا من الزمالك. يعني معلش يا احمد، يعني انت بتقول ان كل اللي ماتوا دول ما فيش ولا واحد فيهم الترس؟ لا، بقول ممكن يبقى واحد او اثنين بالكثير. في محمد صلاح ده كوبرا الله يرحمه، ده بيقال ان هو من الالترس ولا لا؟ محمد صلاح ده عضو في النادي. والله ده محمد صلاح ده بطل في نادي، اعتقد اسمه محمد صلاح، بطل سباحه في نادي الزمالك، هو ماشي. شاب محترم كده متصور. ايوه يعني ما انا عارفه، الله يرحمه، بطل نادي الزمالك الله يرحمه، ودعم كرمه في نادي الزمالك. واذا كنت حضرتك بتسال وهقول لحضرتك نادي الزمالك هيعمل ايه بعد كده، بس يعني انا عايز اكمل الجزئيه. يعني انت بتقول ما فيش من ال 22 ما فيش غير واحد بس التوس، والباقي كله ناس مشجعين عاديين بقى. بالظبط ناس عاديه، ناس واحد، ودي اول ملحوظه ان هو لا ينتموا لهذا الكيان اللي هو بيعتبره كيان. يعني انت شايف ان هم بيدخلوا الناس العاديه الزملكاويه يرموها في التهلكه يعني، وهم ما يحصلهمش حاجه؟ بالظبط يا فندم. النقطه الثانيه والمهمه ان اللي ماتوا مش ناس معهمش تذاكر، ده في ناس ماتوا من اللي كان معاهم تذاكر. خلاص، فقصه اصل احنا ما كانش معانا تذاكر، انت اللي معيش تذكره فمت، لا انت مش معكش تذكره فمت. اللي ماتوا الناس اللي معاها التذاكر، واللي ماتوا هم الجمهور العادي. طب انا بس يا احمد عايز، انا معاك ان مش اللي ماتوا بس التذاكر، اللي بيكسب من وراهم ملايين. اللي قتلهم اللي بيكسب من وراهم ملايين. طيب وانا هنا بحمل بعد اذن حضرتك الدوله مسؤوليه. ايوه الدوله بتتحمل مسؤوليه ان هي ما اصدرتش قوانين
تحرم هذه التجمعات وما قضيتش قوانين تجرم الانتماء لأي مجموعة غير قانونية، وإن هي ما قبضتش على الكبوهات دول. وأنا بقول لحضرتك تاني وبطمن حضرتك أو بقلق حضرتك، هيفضل الدم طول ما الولاد الصيع اللي بره دول الكبوهات اللي بيقتلوا شباب محترمين، الشباب اللي مات شاب في الجامعة، شاب مهندس وشاب دكتور، وفي الآخر كبوا معهوش دبلوم صنايع ولا معاه ابتدائي، بيقول لهم روحوا وتعالوا وتعالوا نكسر وتعالوا نخش بالعافية. ما معنى ان انا ادخل 10,000 واحد اضافي عن ساعة الاستاد؟ ما لازم تحصل مصيبة. يبقى اللي عمل فعلا كده يا فندم اللي قال ال 10,000 واحد تعالوا في التوقيت ده الساعة 5 بالظبط التجمع بتاعنا، والساعة 5 هنقتحم. طب ما هو طبيعي يا فندم، طبيعي اللي حصل ده طبيعي. ما اللي انا بتكلم فيه يا احمد، اللي انا بتكلم فيه يا احمد ان احنا ماشي، ناس ممكن يكون نيتها سيئة، احنا نعرف نتجاوز ده، ان احنا لما نشوف الدنيا عاملة كده نفتح باب تاني، نكلم الامن يا جماعة افتحوا الباب ده، الغوا الماتش خالص، احنا مش عايزين 3 نقط بس. الناس يعني قصدي كان ممكن يبقى، هل كان مش ممكن يكون في حلول الناس دي ما تموتش، او نفوت على الناس دي انها تموت ناس ابرياء مثلا؟ هل ما كانتش في دماغكم الكلام ده هيحصل؟ احنا دلوقتي بقى اقصى طموحنا مش ان احنا نجيب حق الناس اللي بتروح، احنا اقصى طموحنا ان ما بقاش حد تاني يموت. يعني بقينا بنفكر كده. طبعا كان في حلول كتير، كان من ضمن الحلول ان انت تفتح بقى. ايوه ما ده اللي انا بقوله، افتح خلاص. انت كدوله ما قبضتش على عيال الصيع دي قبل المباراه، افتح المباراه. طب ليه ما حدش قال لهم كده مثلا؟ يعني لان يا فندم اعتقد وزاره الداخليه بتفكر في بطريقه امنيه، هي بتقول لك طب ما انا ممكن كنت ادخلهم، بس ممكن واحد يبقى عنده معاه قنبله فتحصل مصيبه اكبر. تمام يعني هي دي اعتقد. طب احمد يعني مصطفى عبد الخالق استقال النهارده فعلا دكتور مصطفى؟ يعني كابتن حازم مع احترامي الباشمهندس مصطفى ده بالنسبه لي موضوع ما يهمنيش، يستقيل يجي عضو مجلس اداره يعني معاك وزميلك كان، فاكيد يعني بس مش وقته، يعني في موضوع عندي اكبر بيحتاج ان الرجاله توقف في الوقت ده، بيحتاج ان انا افكر في الناس اللي ماتوا. انت شايف ان دكتور مصطفى يعني هرب من المسؤوليه مثلا من وجهه نظر؟ والله كل واحد ولي يعني ظروف. طب ممكن هو من وجهه نظر هو يعني حاسس ممكن يبقى زي عمر جابر، كانت بطنه بتوجعه، يعني عمر جابر كانت بطنه بتوجعه وطلع بطل وقال انا لا هو في وجهه نظر يا احمد، في ناس مثلا بتشوفها او بيبقى ضغط عليها من الجمهور يقول له استقيل ما تبقاش موجود في هذا المجال. انا ما عنديش ضغوط، انا ضغوطي ان انا احمي الناس، انا ضغوطي ان انا كنت اطلع الناس من غير ما حد يموت تاني من الاستاد. انا ضغوطي ان انا حضرتك دلوقتي انا مسؤول عن نادي وعن فرق رياضيه بتكسب او تخسر، وبعدين دخلتوني في السياسه ودخلتوني في ناس بتموت او ما تموتش، دي مش مسؤوليتي. انا مسؤوليتي الناس اللي كانوا جوه الملعب، الحمد لله طلعوا بامان. اقسم بالله يا كابتن حازم احنا ما كانش في حد فينا يعرف ان حد مات، توفى. اقسم بالله. واللعيبه بتاعت نادي الزمالك لعيبه محترمين ورجاله، وما كانوش يعرفوا ان في واحد توفى. ولو كنا نعرف، وحضرتك قبل كده كنت في مجلس قبل كده اكيد وشفت، لو حضرتك كنت تعرف ان حد توفى زي ماتش ايام ماتش اسماعيل، احنا كنا موجودين في المجلس فعلا، الزمالك انسحب. صح. فالاولى ان انا لما الجمهور يموت اكيد هنسحب، لكن ما حدش كان يعرف فعلا. بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا. كابتن حازم معلش اخر حاجه، اتفضل يا فندم. نادي الزمالك بكره عامل اجتماع مجلس اداره طارئ للتشاور بشان الاحداث. ان شاء الله يعني انا شخصيا هقدم اقتراح لمجلس اداره يطالب الدوله بوضع قانون، حتى قانون قبل مجلس الشعب، مش لازم نستنى مجلس الشعب، لحظة هذه الروابط. وحث وزير الداخليه، السيد وزير الداخليه ورئيس مجلس الوزراء والهيئات القضائيه على صوره القبض على المجرمين اللي قتلوا شبابنا واولادنا، اللي هو انا بحددهم بالكبوهات كلهم. اثنين، اعتقد ان في هيبقى وقوف جنب الساده اهالي اسر اهالي المتوفيين ان شاء الله، وشهداء اعتقد ان هم عند ربهم يعني نحتسبهم، سواء وقوف مادي او معنوي، والمعنوي اكتر من المادي. احنا نفسنا نعمل لهم عزاء مجمع ان شاء الله، لكن في صعوبه امنيه نتيجه لان في ناس عايزه تنط فوق اللي توفوا. يعني دلوقتي هم في مثل يقول لحضرتك الكلاب بترقص سوق جثثهم، فكل واحد عايز ايه يكسب اكبر مكاسب ممكنه سياسيه، وهي الموضوع ملوش علاقه بالسياسه، ملوش علاقه باي حاجه. مزايدات يعني من ولاد نادي الزمالك توفوا، احنا هنقف جنبهم
نتمنى ذلك ان شاء الله، وان شاء الله ما يحصلش اي احداث زي دي. اللهم امين ان شاء الله. بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا، والبقاء لله طبعا. عضو مجلس اداره نادي الزمالك، اتفضل يا فندم. ليك تعليق على الكلام الاستاذ احمد قاله مثلا كبوهات؟ انت ليك تعليق على الكلام ده؟ هو احنا شايفين ان فعلا اكتر من سبب اللي ادى الى هذه الكارثه، وكان فعلا انا في تصوري كان ممكن تحاشيها. وكل اسف انا في برضو انا باكد حاجه صغيره كابتن حازم، وانا مقتنع بيها، ان اداره نادي الزمالك لم تكن تعلم بما يجري ده خارج الملعب. ودي ايضا بنرجع ونقول وزاره الداخليه مسؤوله عن عدم اخبار من بداخل الملعب عما يحدث خارج الملعب. لان ده كان يتخذ عليه قرارات المفروض، يعني ان هنا وزاره الداخليه تبلغ اتحاد كره القدم بالكارثه اللي حصلت. لابد ان الاطراف المعنيه تبقى على بينه من اللي حصل بره، بناء عليه كانت تتخذ قرارات داخل الملعب. لان في النهايه وزاره الداخليه اللي قررت او وافقت على عوده الجماهير كان بايدها ان تلغي المباراه على الاقل تعاطفا مع هذه الحاله الانسانيه الفظيعه اللي احنا عايشينها، حتى لو كان ناس اصابات، حتى حتى لو اصابات. معلش انا بقول لك كره القدم للمتعه مش للقتل، مش للموت. يعني المساله فعلا قد ايه اكبر من 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 حجم استيعابنا كلنا ومن من من فهو كان المفروض. انا بقول لك انا سمعت صحفي من الصحفيين بيتكلم بيقول انه كان عنده مكالمه هاتفيه مع المستشار مرتضى منصور بين الشوطين، بيقول له هل انت عارف ايه اللي حصل بره الملعب ده، حصل ايه وايه؟ قال له انا اول مره اسمع هذا الكلام. يعني فعلا الراجل برضو ما كانش عنده اي فكره عن اللي حاصل بره الملعب. اللعيبه انا في رايي لعيبه الزمالك لا تلام اطلاقا، لان حتى لو سمعت بعض الهتافات في المدرجات بتحصل، انت عارف الهتافات اشكال والوان في المدرجات. هو لا انا مش هاخد انا القرار عشان عمر يعني ما لعبش وكان عمر لعيب معاهم. لا ما انا بقول انا مش هاخد انا كلاعيبه مش هاخد قرار عشان الجمهور بيهتف اي هتاف. ما هو ده برضو لازم يجي له قرار رسمي بان خد الموقف فلان، يبقى خلاص كده المساله. ما انا اصل هتاكد يعني من اصحاب برضو شخصيه لما يسمع في حاجه يروح الحكم يقول له حصل كذا وقف الماتش، يعني ممكن تحصل يعني. ما اصل انت عارف انت بس لما يبقى متاكد اولا نشوف شهاده صلاح سليمان كمان، معلش تبرئ تماما. لو صلاح سليمان اللي هو من انبي انا ما تفرقش معاه ان لعيبه الزمالك مدانه ولا بريئه، فبيقول شهاده حق ان فعلا كله كان مركز، ما حدش مشغول خالص باي احداث خارج الملعب. ونفس الحكايه ابراهيم صلاح على فكره، دي قضيه فرعيه يعني مش هو ده الاساس، لان الاساس طبعا الناس اللي توفت. ما بالتاكيد حبينا نروح لحته اللعيبه ومش اللعيبه، دي حاجه بقى فرعيه، ما ملفات بقى، لكن الاساس هو اللي حصل. هل احنا هنشوف المأساة دي تاني بعد سنتين ثلاثه مثلا لو ما اتعلمناش؟ ايه اللي نعمله؟ طيب يعني انت عارف احنا كنا في يا كابتن في ثقافه شعب طبعا انت مش هتغيرها في سنتين، يعني ثقافه الشعب انه يروح كتير وعارف انه هيخش من غير تذاكر، دي ثقافه واختلفنا في كل حته على فكره، مش في الملعب بس، في كل حته في الشارع هتعرف. السنين الاخيره يا كابتن حازم بوظت كتير من اخلاقياتنا، ضاعت في الزحام. انت اخلاقيات كتير والتزام كتير وانضباط كتير ما عادش موجود في الشارع بشكل عام. فده بينعكس، شوف ظروف البلد دلوقتي لا تتحمل اي تجمعات، خلينا واقعيين. خلاص احنا لان انا اقول لك حاجه صغيره، المشاكل اللي احنا فيها دي احنا بنقول 3 4 سنين، لكن من 25 يناير 2015 المساله في تصاعد. ده كل يوم عاملين القنبله مش عارف ايه، بدايه الصنع فين، مش عارف ايه جو فين. طالما الظروف بهذا الشكل لا نتحمل هذه الظروف كلنا عشان البلد تعدي. ما نديش بقى فرصه لمشاكل اكتر من اللي احنا فيه. احنا بجد القرار ده طبعا ما كانش حد عارف ابدا تبعاته انها توصل بهذا الشكل، كل واحد له نوايا طيبه. ولكن فيه مثل اسيوي ولا هندي او صيني بيقول الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه. المفروض انا في النهايه بحسبها صح قوي على ضوء المعطيات اللي بين ايديا واخد القرار الصح. دلوقتي انا بقول لك الدوري مش هيتلغي، ده توقعاتي كاعلامي، لان في الاخر الكل رفض فكره الغاء الدوري. لكن اتصور ان نادي الزمالك مطالب بشده بالوقوف الى جانب اسر الضحايا بكل الاشكال لابد ان يقف جنبهم، لان دول راحوا ضحيه حبهم لنادي الزمالك. طيب. في نهايه المطاف خليني اخد دكتور معانا على التليفون، دكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس اداره نادي الزمالك المستقيل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا كابتن حازم. ازي حضرتك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك كابتن حازم، تحياتي ليك والكابتن. معانا الاستاذ سالم معانا. هلا يا دكتور. استقاله مسببه وام استقاله نهائيه ام استقاله شفويه؟ يعني فهمنا والناس عايز تعرف يا استاذ دكتور عصام. يا دكتور مصطفى، في البدايه من منبرك المحترم كابتن حازم، اتفضل، واحد من ولاد نادي الزمالك المحترمين، بعزي كل اسر الضحايا. اكيد شهداء نحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم امين ان شاء الله. المنطلق ده كابتن من بعد الازمه والمصيبه، انا ما شفتش اجتماع مجلس اداره لا طارئ ولا غير طارئ. تعاملناش مع الموقف بحجم مصيبته الانسانيه. تمام. وده كان سبب رئيسي في تقديم الاستقاله، لان انا بحاول مع زمايلي ان احنا نعمل اجتماع. اجتمعت مع 3 4 منهم على التليفون. فوجئت
رئيس النادي امبارح طلع في برنامج يتطرق للموضوع ويعرض الاسباب وحق الناس. لحد دلوقتي احنا ما خدناش فيه خطوه ايجابيه ولا اجتمعنا. نقطه ثانيه يا كابتن مصر، احنا لما كان بتبقى عندنا مشكله في مدرب او في اداره فنيه في الملعب كنا بنعمل اجتماع طارئ، ما عملناش اجتماع لحد دلوقتي يا كابتن. استاذ احمد كان بيقول في اجتماع بكره، اجتماع طارئ بكره، كان معايا على التليفون دلوقتي. بكره ده الخميس يا كابتن. المباراه يوم ايه يا كابتن؟ حد دي اسباب رئيسيه من ضمن اللي انا يعني انت شايف ان مجلس اداره كان لازم يكون اسرع من كده، يعني يوميها بالليل تاني يوم الصبح كان لازم يكون في اجتماع في يبان في الموضوع. ولا معالجه ترضينا قدام ربنا، ولا معالجه ترضي يعني ترضي الانسان قدام ربه، ما عملناش. طيب في ناس بيقولوا مثلا ان حضرتك تعرضت لضغوط، اكيد الناس الزملكاويه اللي حواليك استقيل، يعني كلنا تعرضنا للحاجات دي لما بتحصل مشاكل. هم من الناحيه الثانيه هيشوفوا ان انت هربت مثلا المسؤوليه وان انت مش عايز تتحمل المسؤوليه، انت شايفها ازاي يا فندم؟ بص يا كابتن حازم، بالنسبه للهروب ده مش طبيعي، لان اللي يعرفني عن الهرب اللي جاب نادي الزمالك هم اهات ناس شعبيين اعضاء متعوبه. طبعا كان نادي الزمالك حضرتك من اقوى الناس متعوبه، يعني بتقول متعوبه. انا راجل ابن بلد بفهم في الاصول. الاصول ما عملناهاش لحد دلوقتي، ما عملناش اي موقف ايجابي تجاه المصيبه خالص. لكن انا مع التحيات تستمر والمخطئ يحاسب، ان كان مسؤول ان كان يخص جزء من اداره النادي عندها مسؤوليه. عندنا حد تنفيذي عنده مشكله، تنفيذيين، وزاره، وزاره الشباب، وزاره الداخليه، الاعلام اللي ما نوهش على المصيبه من قبل ما تحصل. ودي كارثه تتكرر في خلال ثلاث سنين مرتين يا كابتن. صح. طب انت حضرتك كنت في يعني في المسؤوليه وموجود، انت شايف التقصير من ايه يعني؟ انا عن نفسي حاولت قبل كده يا فندم ان احنا نصفي الاجواء، ان لو حد عمل حتى بتوصيات النيابه لمصيبه بورسعيد، حد قرا ال 10 توصيات وفهمهم وتعامل معاهم بما يرضي الله، حدش اتعامل مع الموضوع. كله مشترك في الخطا. النظام مش على قد مسؤوليه الحدث. نظام ايه؟ نظام الماتش؟ نظام المباراه، تنظيم المباراه يعني. ما كانش على قد المسؤوليه. كثافه والعدد ده كله. ازاي؟ ازاي؟ صح. مش هروب يا كابتن حازم. انا قد المسؤوليه عند السؤال اذا كان يخصني فيها مسؤوليه. لكن ده اقل حاجه اقدمها تجاه الناس عشان ما حدش يقول احنا بنزايد وارواح بني ادمين. لا. رحمه الله عليهم جميعا، هو ومجلهم، وانا واحد من الناس هخرج من مجلس الإدارة بقى في صفهم بره وراجع بيهم إن شاء الله لحقهم، حقوقهم ترجع لهم كاملة، ما فيش حاجة هتعوض حق دم أي شهيد راح ضحية إهمال، راح ضحية إهمال. خلينا حضرتك ده كلام مهم، كلام كبير اللي أنت بتقوله ده يا دكتور أستاذ عصام، مسؤول عن مصلحة في رقبتي وقلتها إمبارح في رقبتي. لكن أنا لما أشوف لحد دلوقتي ما عملناش مجلس إدارة طارئ للأزمة وللمصيبة. حاولت واتصلت على بعض زمايلي واللي تليفوناتهم مقفوله، بعت لهم رسائل. هم قافلين تليفوناتهم مع اعضاء مجلس الاداره في الحدث ده؟ معظم اللي ما ردش عليا بعت له رسائل. ما وصلناش لحاجه كابتن حسن. بكره الخميس في الوقت اللي بعض المواقع وسائل الاعلام بتقول ان احنا اخبارنا ايه مع المدير الفني، المدير الفني كلمني في المدير الفني ايه؟ كلمني في المصيبه الاول اللي احنا فيها. ايه اللي نقدر نعمله انساني للبني ادمين دي؟ ايه اللي عملناه؟ حضرتك شفت حاجه اتعملت لحد دلوقتي؟ حضرتك سمعت عن حاجه لحد دلوقتي تجاه الناس دي؟ بس استاذ احمد كان لسه بيقول هيعملوا حاجات معنويه وماديه، ويعني كان لسه بيتكلم قبل ما نجتمع يا فندم؟ قبل ما نعمل اجتماع طارئ؟ ده احنا وقت اقاله اي مدرب اجتماع طارئ بعد الخروج من الاستاد بنص ساعه. اجتماع طارئ، طب هو ده مين الاهم؟ فين الحدث؟ فين الاهميه؟ فين روح البني ادمين دول؟ ولا دول من طائفه ثانيه ولا ناس ما تخصناش ولا ايه بالظبط يعني؟ مالناش حاجه على قد المسؤوليه. مالناش اي حاجه. الاستقاله دي نهائيه يا دكتور؟ والله لا رجعت فيها؟ انا معالي وزير الرياضه مهندس خالد عبد العزيز، وانا بالنسبه لي نهائيه. انا بالنسبه لي ما اقدرش اشارك تاني الا بحساب مسؤوليه، المسؤوليه فين؟ وبعد ما اتحاد واجهزه الدوله المعنيه تنجز وتجيب نتيجه وخطوره الحدث، انا معليش راجع تاني للنادي الا لما يوصل حق الناس دي يوصل لها.
بشكرك يا دكتور مصطفى، شكرا جزيلا. دكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس اداره نادي الزمالك المستقيل حاليا، يعني لسه حالا، نظرا زي ما قال طبعا وجهه نظره. كان معنا استاذ احمد مرتضى عضو مجلس اداره برضه اتكلم في وجهه نظر. يعني هم توقيت المداخلتين غريب شويه، يعني لو يعني لا دكتور مصطفى ليه وجهه نظر يعني شايف لو ان هو ما فيش اي اجتماعات طارئه، وده يعني المفروض الوقت اللي تعمل فيه اجتماع تاني يوم مثلا، هو شايف ما فيش اي حاجه بتحصل. بس احمد مرتضى يقول لك ان في اجتماع طارئ، يعني معناه انت عارف احنا بنتكلم في في يعني لو هو في ضغوط عليهم 100% يعني اكيد جمهور الزمالكاوي كان رسائل فيها طبعا تطاول وفيها 100% يعني اكيد نفس الجو اللي الجمهور كان عامله للفرقه وهي رايح الملعب، انسحبوا انسحبوا، نفس الضغوط دي اكيد على اعضاء مجلس الاداره، لان في الحادث الجلل كما نقول. ودي تاني حادثه مروعه في نادي الزمالك، انت تتذكر حادثه دوج الابراغ في الملعب في داخل النادي وقبل المباراه مباشره، انا كنت حاضر وموجود في هذا المدرج. 74 كانوا ولا كان؟ حاجه كده يعني. ولعبوا ماتش الزمالك؟ لا ما تلعبش، ده حوالي 48 ضحيه فيه. لا صعب، 48 ضحيه والمباراه اتلغت، وكان دوجلا ده يا دوب لعب قبلها ب 48 ساعه مع الاهلي، والزمالك مستني يعمل نتيجه بقى كعاداته مع الفرق الاوروبيه. وطبعا المباراه اتلغت، وكانت برضو ماساه من المآسي. الموضوع ده هيحصل تاني؟ يعني اخره فين؟ والله تاني زي ما واجهنا في اوروبا، حصل كارثه وكارثه انسانيه، واللعيبه لعبت ما كانش عندهم دم ولعبوا، بس خلاص يعني ستوب فول ستوب، وابتدي من اول الصط. من ساعتها التنظيم كويس، الملاعب كويسه، خلاص التزام، الشغب بقى ليه حلول، لان مارجريت تاتشر ساعتها في باقه الامه الانديه الانجليزيه على فكره طبعا عملت، يعني انت عارف وقفه غير عاديه، بقول لك على كل الانديه الانجليزيه 6 سنين والرياضه الانجليزيه، ما انا بقول لك ليفربول 6 سنين والانديه كلها 5 سنين ما تلعبش في اوروبا، اعتقد ان دي كلها عقوبات الكل استفاد منها يستوعب الدرس. احنا بعد كارثه بورسعيد بكل اسف هذه النقاط العشر تعالى طبق منها او شوف ايه اللي طبق منها، دكتور مصطفى بيتكلم عليها اقل القليل. وفيها البعد الرئيسي اللي هو احتواء موضوع الالتراس ووضع حلول لهذه الظاهره بشكل ايجابي، طبعا ده ما بيحصلش، وبتتفاقم الظاهره كما كما نلاحظ، وان فعلا المشكله في ناس بتكتب كتير ان الالتراس من ساعه ما طلعوا بقى في مشاكل. يعني زمان قبل 2007 كان في ماتشات 2006 وكاس افريقيا والزمالك ماتشات بتتقفل جماهيرها، ما كانش في مشاكل بالظبط. هل الالتراس والظاهره يعني شايفها ضاره ولا تجاوز ولا اي حاجه الاكستريم بتاعها بيبقى غير يعني في منه طبعا يعني انت شايفها ازاي الظاهره دي؟ برضو ارتبط زادت مشاكلها من 25 يناير زادت، لان بالعكس بكل اسف ما بقاش بتقوم بدورها الرياضي فقط، لكن بقت اصبحت لها ادوار اخرى اعتقد خارج الاطار، وده اللي عمل فعلا مشاكل كثيره في المرحله الماضيه، وجعل الكثيرين يطالبون باعاده النظر في هذه التكتلات وهذه التنظيمات، وان لابد من تقنينها بشكل او باخر عشان تقدر تحاسب هذه التكتلات بدل ما تبقى دائما تغارد خارج السرب. طيب انا عايز اقول لك اقول لحضرتك برضو واقول للناس، يعني الحاجات اللي حصلت بعد ماتش هيصل ده ايه يعني القوانين اللي اتحطت، في قوانين كتيره اتحطت صارمه، يعني بعد الحادثه وضع قرار صارم بحق مثير الشغب من الجمهور الانجليزي، ومنها منع اي مشجع يقوم بالشغب بحرمانه من حضور الملاعب 3 شهور ومنع السفر، وايضا زادت قوانين صارمه بعد حادثه هيلزبرا في 89 ويتوفى فيها 96 شخص، وتم اعتماد كاميرات مراقبه منخصصه فقط للمشجعين الذين يسيئون التصرف، يعني بيبقوا عارفين بيحطوا كاميرا مثير الشغب. وبعد قرار المنع تم حرمان النادي حرمان 20 نادي من تمثيل انجلترا في المسابقات الاوروبيه، وفي موسم 90-91 تم رفع الحظر عنه، وفي يورو 2000 اقيمت في هولندا وبلجيكا قام بعض الوفد الايطالي بوضع الزور على الجهه التي شهدت وفاه مشجعين يطول يمكن نوع من الذكرى. يعني يمكن الحاجات كاميرات المشجعين يشوف مين يتمنع من الدخول 3 شهور يتمنع من السفر، غرف مراقبه يا كابتن حازم بتجيب المشجع المشاغب لو هو فين في الملعب. وبعدين انت ترقيم الكراسي، ومعروف ان الكابتن حازم امام في المقعد ده مين اللي قاعد فيه، ومراقبه لكل تصرفات الملعب بسهوله جدا يجيبوا اللي بيعمل المشكله. بس انا ما بنتكلمش كده دلوقتي في الحاله اللي احنا فيها، بنتكلم على التنظيم بشكل عام من بره، نخش من بره وبره الملعب من جوه، بنتكلم بره الكلام من بره واللي حصل بالظبط. شكرا عصام، شكرا جزيلا، ونتمنى ان نلتقي في ظروف افضل اكيد، ومره ثانيه تعزينا لكل اسر الضحايا، وان شاء الله تبقى اخر الاحزان في الرياضه المصريه يا رب اللهم امين. يعني خلص طبعا التعازي من كل اسره الملاعب اليوم والبرامج الرياضيه كلها واسره قناه الحياه لجميع المتوفين، ربنا رب يرحمهم، يعني ان شاء الله احيانا عند ربنا يرزقون. وبرضه هرجع اقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
لان احنا في ايام صعبه جدا لا جدا والله جدا. وجنب هذا البلد شر الفتن شر الفتن. مصر تفضل دايما لقدام بس يعني بالشغل مش مصر لقدام بس بالكلام اللي احنا بنقعد نتكلم فيه بقالنا 30 سنه ده في الكلام بس كله كلام. يا رب يا رب يعني وتحياتنا ويعني تعزينا للاهالي واصحاب ويعني اللي توفوا ربنا رب يرحمهم ويصبرهم. بشكركم شكرا جزيلا. نشوفكم ان شاء الله بكره باذن الله.